كارثه ديما الحسابات الوطن الكوفيد نقص تاس وطاس اي دراد شو من زمان ديني غير في سيتياسيون اسي نقول حلو يا رانا الحمد لله يعني كما نقولوا الضواوير في الاخضر لان عندنا عدد الحالات ما ماش كثير اقل اظن من 20 حاله والمهم كامل اننا عدد الحالات تاع اللي راهي في المستشفى لان راح كما كنا خصوصا في الوباك تاع الدلتا كنا حوالي 17-16 ألف انسان في المستشفى بعد مع الاوميكرون صحيح كانت بزاف الحالات ولكن في المستشفى كانت اقل لحقنا حوالي 5000 في المستشفى اليوم رانا تحت 200 يعني ومازال تهبط هذا يدل باللي الفيروس نقص الفعاليه تاعو وهذا مهم جدا ولكن لازم نبقاو حذرين لان مازال الجائحه كما قالت المنظمه العالميه للصحه ومازال موجود حالات في العالم هذا ومع وجود رحلات لا ممكن ان في المستقبل يكونوا يعني موجات خفيفه اخرى ولكن يكونوا اكيد لان الفيروس مازال ما راحش تماما لهذا يجب الحذر ويجب الاستماع الى النصائح الطبيه يعني واحد كينقولوا بلي ممكن كاين ارتفاع الحالات لازم الانسان مباشره يعود الى الجهه الصحيه وهنا نحطوا الفرصه باش نقولوا مازال التلقيح سالم مفعول لان اللقاح هو اللي راح يسلكنا في المستقبل ومن بعد نشرحوها كي نقولوا مازال موجات خفيفه صافا ديال كيما نقول الكوفيد ما الكورونا فيروس مازال ما راحش كيما نقول اليوم دونك نقدروا بالك نستناو لا سانكيام فاغ ولا طبعا يعني كما نشوفوا مثلا اليوم في المانيا في اوروبا في فرنسا رغم في الصين فيه ارتفاع في عدد الحالات وهذا ماشي مفاجئ سي با سيربريز يعني لان الفيروس كما قلنا مازال ما انطلقش خصوصا كي نبداو نرفعوا الاجراءات التقييدات هذه اللي موجوده هذه ريستريكشن اللي موجودين الفيروس ممكن يعاود يطلع الحالات ولكن كي يعاودوا يطلعوا الحالات اذا كان نسبه المناعه مليحه ما راحش يطلع كما طلع مثلا في الدلتا ولا في الاوميكرون في الاول لان الان فيه شويه مناعه موجوده في العالم ولكن ضروري نزيدوا لها التلقيح باش نكونوا اقوى من ناحيه المناعه في مثلا في الفصل الخريف القادم وين من المحتمل يعاود يصعد المنحنى تاع الفيروسات كما سارس كوف 2 ولا كما الفيروسات التنفسيه